يعني حلقية البطن تشوفها تستطيل يعني تصغر، عندها القابلية على أنه تعقم المنطقة وتخدرها وتأخذ جزء من الدم اللي موجود في المنطقة المصابة وتعامل مع أنزيم الهيرودين اللي موجود داخل جسمها وتضخها من جديد، تمنع التخثرات الدموية. الحجامة هي علم طبي بمنظور الحديث اليوم تظهر على الساحة كعلاج شافي لكثير من الأمراض، منها خضاب الدم العالي وارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، دهون ثلاثية. طبعا هن ننتظر احنا الكاسات شدينا، هن ننتظرهن 3 دقائق إلى 5 دقائق. هذه كريات الدم الهرمة والكبيرة والمشوهة خلقيا وخلقيا تقريبا هنا موجودة، المحملة بسموم وخرابات الأنسجة نتيجة تعاطينا المواد الكيميائية، وإيدي اليسار اللي بيها قطعة الشاش أو الكلينكس شغال، ما عندنا مشكلة بنظف فيها المنطقة.